السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، إليكم هذا الخبر. فيما يترقب الكثيرون في المغرب تطورات مأساة طفل ريان بعد سقوطه في بئر عميقة ضيقة على عمق يصل لنحو 32 مترا. تسابق فرق الإنقاذ العمل لانتشاله عن طريق حفر بئر موازية رغم مرور أكثر من يومين على مأساته المؤلمة، وما زالت جهود إنقاذ طفل ريان الذي سقط في بئر ضواحي مدينة شفشاون أول أمس الثلاثاء متواصلة منذ أزيد من 44 ساعة، إذ حفرت الجرافات حفرة بجانب البئر بعمق يصل إلى أزيد من 25 مترا لتبقى مسافة قليلة هي ما يفصل بين المنقذين والطفل. وتسابق فرق الإنقاذ في المغرب لانتشال الطفل ريان الذي يبلغ 5 سنوات بعد أن وقع في بئر عميق بقرية أغران في إقليم شفشاون شمالي المغرب، وفي الوقت الذي باتت فيه فصول المأساة الشغل الشاغل لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتلقفون أي خبر أو صورة عن عملية الإنقاذ لحظة بلحظة، فإن العملية ليست بالسهلة رغم استعانة السلطات المغربية بأجهزة متطورة في وقت لاحق للبحث عن الطفل كإنزال الكاميرات داخل البئر لرصد حالته داخل البئر الذي يبلغ عمقها نحو 62 مترا لتكتشف أن ريان عالق على عمق يبلغ نحو 32 مترا داخلها. وكشفت وسائل إعلام مغربية في وقت سابق أن ريان سقط في البئر في غفلة من والديه صباح الأربعاء، وأكدت تقارير أن الطفل ما يزال على قيد الحياة مشيرة في الوقت ذاته إلى إصابات وجروح طفيفة على مستوى الرأس، كما ظهر والد الطفل في فيديو بإحدى وسائل الإعلام محلية ليشرح تفاصيل القضية ومعاناة عائلته كاملة وهي تترصد كل تطور ينشر أو إعلان من السلطات المحلية. وتكمن صعوبة انتشار ريان في أن البئر ضيقة إلى حد كبير، وهو ما حال دون نزول عناصر الدفاع المدني إلى داخلها مما دفعهم إلى البدء بعملية إنقاذ أفقية مستعينين بجرافة كبيرة راحت تواصل عمليات الحفر في محيط البئر خلال الساعات الماضية. وتحت اسم هاشتاغ انقذوا ريان تداول كثير من مستخدمي تويتر صورا لعمليات الإنقاذ الجارية وللتعبير عن مخاوفهم من نفاذ الوقت قبل انتشاله، وتبادلوا الأمنيات بسلام خروج الطفل الصغير من محنته، بينما نشر آخرون مخططات لعمليات إنقاذ جرت في حالات مشابهة، حيث يشرح أحد المستخدمين طريقة الإنقاذ بحفر بئر موازية ودفع الطفل من الأسفل. مستخدمون آخرون استذكروا قصة إنقاذ الأطفال التايلانديين الذين علقوا لأيام في كهف مغمور بمياه الفيضانات لأيام، وكيف هرع المتطوعون والخبراء من كل أنحاء العالم لانتشارهم في عملية محفوفة بالمخاطر. كما استذكر مستخدم آخر قصة أكثر شبها بمأساة طفل مغربي وقعت فصولها قبل سنوات قليلة في رومانيا، حيث سقط الطفل في بئر هو الآخر، وكيف جرت عملية انتشاله سليما عسى أن يكتب القدر نهاية مشابهة لقصة الطفل ريان ومعاناة عائلته. وفي فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عن أولى محاولات إنقاذ ريان، تحدث أحد المشاركين عن محاولة النزول إلى البئر ببكرة مشدودة وعن المصاعب التي واجهته في الأسفل، حيث تمكن من النزول إلى عمق 17 مترا لكنه لم يتمكن من المواصلة لضيق حفرة البئر، لكنه عاود المحاولة مرة أخرى ونزل إلى عمق قريب من الطفل ريان إلى نحو 28 مترا. بيد أنه سرعان ما فقد الوعي للحظات بسبب صعوبة التنفس لنقص الأكسجين. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الخبر. إلى